بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. السلام عليكم يا شيخ صالح ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بتفسير والوقفات مع هذه الآية في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما هدد قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هددوا إبراهيم لما دعاهم إلى الله وأمرهم بالتوحيد وترك عبادة غير الله، هددوه بأصنامهم ومعبوداتهم أنها تنتقم منه. فهو عليه السلام قال الله له مبينا من يكون له الأمن من الخوف والسلامة من التهديد والوعيد. قال: فأي الفريقين، يعني أنا أو أنتم، أحق بالأمن، الأمن من العذاب، أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يلبسوا إيمانهم، يعني يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. والظلم المراد به هنا الشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم، هو أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. أي الفريقين، أنا وأنتم، أحق بالأمن من عذاب الله ومن الوعيد إن كنتم تعلمون. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا بالله ووحدوه وعبدوه وحده لا شريك له، ولم يلبسوا إيمانهم، أي توحيدهم، بظلم، يعني بشرك، لم يخلطوه بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا على الطريق الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج، والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة الزميل معجب الدوسري: 011-442-83-13. مرة ثانية: 011-442-83-13. راجينا أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأن تكون أيضا مختصرة. يقول السائل: الشيخ أبو عبد الله في خطبة يوم عرفة، الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمة بنصائح ووقفات، ما أبرز ما وجه به الرسول في يوم عرفة؟ أبرز ما وجه به الرسول وأعظم ما وجه به الرسول في هذا اليوم العظيم وهذا الموقف العظيم هو الأمر بتوحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه، ثم حرم الدماء، سفك الدماء بغير حق، حرم الربا ووضعه تحت قدميه
وغير ذلك من المواضيع العظيمة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة، وهي خطبة مدونة ومحفوظة ولله الحمد، يرجع إليها ويقتدى بها ويعمل بها إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة أم عبد الله تقول: ما منزلة الصبر من الإيمان والأجر المترتب عليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: اصبري ولك الجنة. نعم، الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط لقضاء الله عز وجل، وإن أصاب الإنسان ما أصابه بسبب دينه وتوحيده فإنه يصبر على ذلك، لأن هذا من الابتلاء والامتحان، والواجب الصبر على ذلك والثبات على دين الله عز وجل. الذي ليس له صبر ليس له دين، لأنه ينحرف سريعا ولا يقف في وجه الابتلاء والامتحان، ولا يقف في وجه أعداء الله، فيحتاج إلى صبر حتى يكون ثابتا على دين الله مهما أصابه من المشقة ومن التهديد، وحتى لو قتل فإنه يصبر على ذلك، ولو قتل ولو عذب يصبر على دينه ولا يتخلى عنه. نعم. مرة ثانية نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال بسماحة الشيخ. يقول هذا السائل فهد: نقوم بتغسيل الجنائز وهي كثيرة، ولا نستطيع شيخ صالح الصلاة عليها في المسجد مع الجماعة، ويقوم البعض منا بالصلاة عليها قبل ذهابها للمسجد، والبعض الآخر يذهب إلى الجامع ليصلي عليها. نعم، الذي يذهب ويصلي عليها مع المسلمين في المسجد هذا الذي على الصواب وعلى الطريق الصحيح إذا تمكن من ذلك، أما إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يصلي عليها بعد ما تغسل وتكفن، يصلي عليها. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، أنا أصلي مع الجماعة صلاة العشاء، وأبدأ بصلاة الوتر، أصلي ما يتيسر لي، ولكنني أجعل هذا الوتر بعد صلاة العشاء طول السنة ولا أقوم من الليل. لا بأس بذلك، ولكن إن كنت ترجو أن تقوم من آخر الليل وبعادتك تقوم من آخر الليل تصلي ما تيسر لك قبل طلوع الفجر، فإنك تجعل الوتر آخر شيء، تؤخره إلى آخر الليل وتختم به صلاتك قبل طلوع الفجر، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قرأت في إحدى اللوحات: أكرموا عمتكم النخلة، هل هذا حديث أو أثر؟ هذا حديث عند العوام وليس له أصل في الشرع فيما أعلم، والنخلة ليست عمتنا، النخلة شجرة ليست عمتنا، لكنها شجرة طيبة كما وصفها الله سبحانه وتعالى بذلك لما فيها من النفع العظيم. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ما مناسبة ورود هذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يؤوي الرسول صلى الله عليه وسلم ويناصره ويحميه من أذى قومه، وقد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحاول معه
ولكنه أصر على البقاء على دين الكفار وعلى دين عبد المطلب، خذته الحمية الجاهلية ومات على ذلك، وقال هو على ملة عبد المطلب، خرجت روحه عند هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من وفائه معه أراد أن يستغفر له بعد موته، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز أن يستغفر للمشرك حتى يسلم ويؤمن ويكون من المسلمين، وما دام على الشرك والكفر فإنه لا يستغفر له، ولكن يدعى إلى الإسلام لعله يتوب، وإذا مات فإنه لا يستغفر له ويعتبر من الكفار، نعم، ويتبرأ منه، نعم. معنا اتصال محمد من المدينة النبوية، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا محمد. محمد تفضل. ألو، تفضل يا محمد نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال للشيخ جزاك تفضل. الله خير. تفضل. أنا الآن عندي بنت اسمها راما، هل يجوز يسمي راما ولا ما يجوز يا شيخ؟ لا بأس بذلك، الاسم هذا ما فيه محذور. طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يجزاك خير. تفضل. أنا دخلت المسجد والإمام منتهي الصلاة، وفيه جماعة لحقوا الإمام في الصلاة، في الجماعة أصلي معهم ولا أصلي منفرد لحالي؟ لا، تنتظر يأتي أحد. أيوة. وإن لم يأتي أحد تصلي وحدك ولا تدخل معهم، لأنهم مأمومون، ولا والمأموم لا يكون إماما. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا لك. ورد هذا السؤال الشيخ صالح، يقول السائل أبو محمد: ما هو الشيء الذي يرفع البلاء إذا أصيب الإنسان ببلاء من مرض وغيرها مأجورين؟ أولا الصبر على أقدار الله واحتساب الأجر، ثانيا العلاج بالطب الشرعي وبالرقية الشرعية، وإذا لم يزل عنه المرض فإنه يصبر بعد بذل الأسباب للعلاج والرقية، يصبر، نعم. الأخت أم إبراهيم تقول: تغسيل الأطفال الصغار حتى عمر 5 سنوات بعد قضاء حوائجهم هل يبطل الوضوء؟ إذا لمست فرج الطفل مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءها، أما إذا كان من وراء حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء، نعم. لها سؤال آخر، تقول بأنها عازمة إن شاء الله على الحج، المرأة إذا جاءتها الدورة وهي في الحج يا فضيلة الشيخ، ما المطلوب في حقها؟ إذا جاءتها دورة الحيض وهي محرمة فإنه لا يضر على إحرامها، تفعل ما يفعل الحاج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وهي محرمة، قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتعمل مناسك الحج ما عدا طواف الإفاضة، فإنها تؤخره إلى أن تطهر وتغتسل ثم تؤديه، نعم. سعيد من أبها، تفضل يا سعيد. سعيد السلام عليكم. عليكم السلام. قصر التلفزيون وأبعد الأطفال عن التليفون، قصر التلفزيون يا سعيد، تفضل. طيب نبغى نسأل، أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام. حكم لبس الجنس للنساء حيث أنها انتشر يعني في هذا الزمان بشكل، شكرا، وللشباب يعني بملابس يعني غير محتشمة، فنبغى توجيه من سماحة الشيخ. جيد، وجزاكم الله خيرا. شكرا. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس
الملابس التي لا تسترها، إما لشفافيتها وإما لأنها قصيرة، فلا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تحتشم وأن تلبس الملابس الساترة التي ليس فيها زينة عند خروجها من بيتها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الأخت اللي سألت قبل شيء قبل قليل عن الحج، ما رأي الشيخ في اشتراط المرأة في الحج؟ ما يحتاج اشتراط، الحيض هذا يجري على النساء فلا يحتاج إلى اشتراط. إذا جاء الحيض وهي محرمة فإنها تؤدي مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت، فإنها تؤجله إلى أن تطهر وتطهر وتغتسل ثم تطوف. نعم، أحسن الله إليك الشيخ. نذكر السادة الإخوة والأخوات تليفون البرنامج، نحن معكم على الهواء مباشرة مع سماحة الشيخ صالح الفوزان. تليفون البرنامج 011-442-8313. يا شيخ صالح، عبارة الخطيب يوم الجمعة في آخر الخطبة يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة أو على الجماعة؟ على الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وإذا قال مع الجماعة فلا بأس، والله جل وعلا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، ما فضل الاجتماع ووحدة الصف والاجتماع على الكلمة مع الجماعة شيخ صالح؟ هذا واجب على المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين وتحت طاعة ولي أمر المسلمين، هذا هو الواجب، وهذا هو الذي أمرنا الله به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، محمد من الرياض، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ بارك الله فيك. تفضل. أنا طال عمرك ساكن في غرفة والحمام حقها، وأنت بكرامة الغسالة داخل الحمام، مضبوط واضح معي؟ نعم. لما نجي نتوضأ للصلاة كيف طريقة تسمية داخل الحمام وأنت بكرامة، نتحرج منها كيف الطريقة؟ طيب، شكرا. واضح السؤال؟ واضح. إذا كان الوضوء في مرافق الحمام وليس في محل قضاء الحاجة فإنك تسمي، وأما إذا كان الوضوء داخل محل قضاء الحاجة فالتسمية هنا ليست بواجبة. نعم، من الأسئلة التي وردت شيخ، يقول هذا السائل: يقولون بأن الإيمان قول وعمل، فكيف ذلك؟ نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم، له فقرة أخرى أو عبارة أخرى في سؤاله شيخ صالح، يقول: وما معنى عبارة على ما كان من العمل؟ يعني وإن كان عنده تقصير أو فعل لبعض المعاصي التي دون الشرك فإن الله ما يغفر له، إن الله يغفر له ويدخله الجنة إذا سلم من الشرك، ولو كان عنده نقص في دينه من جهة ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، ما دام أنه من أهل التوحيد فإنه مظنة أن يغفر الله له ذنوبه، ولو عذب فإنه لا يخلد في النار. نعم، أحسن الله إليكم. سالم من الرياض معنا على الخط، تفضل يا سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي أسأل عن حج يعطيك العافية، أنا حجيت قبل كذا وأبي أحج السنة هذه الجاية. نعم، حج يا أخي كل سنة إذا تيسر لك.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل يجوز التمسح بالبقع الفاضلة كمقام إبراهيم والحجر؟ لا يجوز. الحجر نعم يمسح ويسلم ويقبل إذا تمكن الإنسان من ذلك، يمسحه بيده اليمنى ويقبله، وأما إذا لم يتمكن فإنه يشير إليه في طوافه، يشير إليه كل ما حاذاه في كل شوط. وأما مقام إبراهيم فلا يتمسح به ولا يقبل، وإنما يصلى عنده، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك إذا فرغ من الطواف فإنه يأتي ويصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم إذا تيسر له ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من الحرم. نعم يا شيخ، هل ورد يقول حديث: من تشبه بقوم فهو منهم؟ نعم، ورد الحديث، هو حديث صحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التشبه بالكفار، ولا يجوز التشبه بأصحاب المعاصي والذنوب، لا يجوز التشبه إلا بالطيبين الصالحين في صلاحهم وعبادتهم. نعم. يقول السائل يا شيخ: اليقين والإيمان هل يضعف ويقوى في المسلم أم أنه ثابت؟ بلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، قال الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم فإنه يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانا؟ قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية حتى يصل إلى حبة خردل أو أقل، كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حديث الشيخ صالح حفظكم الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وما مناسبة هذا الحديث؟ بلا شك هذا الحديث صحيح، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم تفضل يا عبد الرحمن، معنا من أبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام يا شيخ، الله يعطيك العافية. أنا سجلت في حملة السنة هذه للحج، وأناوي أحج مفرد، فإيش الأعمال اللي أعملها طال عمرك؟ طيب شكرا. شكرا. تؤدي أعمال الحج يا أخي، تؤدي أعمال الحج، تحرم من الميقات وتبقى على إحرامك. إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم وتبقى على إحرامك حتى تؤدي مناسك الحج يوم العيد. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت هذا البرنامج يقول: ما تعريف الجبت والطاغوت، وهل هما بمعنى واحد؟ الجبت السحر كما قال عمر رضي الله عنه، والطاغوت الشيطان. نعم. يقول: متى يقال الله ورسوله أعلم؟ في كل شيء من أمور الدين لا تعرفه، إذا سئلت عنه وأنت لا تعرفه قل الله أعلم. أما الله ورسوله أعلم، هذا كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،
أما بعد موته فنحن نقول الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ظهر في الآونة الأخيرة من يتصدى للفتية ويسرع في الفتية وليس عنده من العلم الشرعي إلا القليل. هذا حرام، لا يجوز الفتوى إلا بغير علم وعند الحاجة، فالفتوى بغير علم قول على الله بغير علم، وهذا أشد من الكفر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ناصر معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. وعليكم الشيخ الله يحفظه. تفضل. السؤال الأول، ذكر الشيخ الأسبوع الماضي في الحلقة الأسبوع الماضي أن اللي يبغى يصلي صلاة العشاء يدخل في صلاة المغرب ينتظر حتى يكمل ركعة الإمام، بعدين عنده خيارين، إما يسلم أما ينتظر الإمام التسليم، بينما هناك حديث صحيح يقول ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. هذا سؤالي الأول. لحظة، خليه يجاوب الشيخ. في غير هذه المسألة يا أخي، هذه مسألة مستثنات، أنه بالخيار، إن شاء سلم لنفسه وإن شاء بقي على بقي حتى يسلم مع الإمام. السؤال الثاني يا أخي أبو ناصر. طيب، في الجو. طيب شكرا، نكتفي بهذا، نكتفي بهذا. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت يقول السائل: هل يجوز تخصيص العلم لقوم دون قوم؟ البيان، يعني بيان العلم. نعم. لقوم دون. نعم. العلم إنما يبين لمن يفهمه وهو أهل له، أما الذي لا يعرف فهذا يبين له قدر حاجته ولا يزاد على ذلك. نعم. يقول السائل من أسئلته الشيخ: من أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أسعدهم بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من آمن به ووحد الله عز وجل. نعم. أيضا له هذه الفقرة الأخيرة في رسالته، يقول: متى تكون الأعمال هباء منبثة؟ إذا لم تكن على التوحيد، بل كانت مخلوطة بالشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، فإنها لا تنفعه، تكون هباء منثورا. نعم. ورد هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول السائل فيه: هناك من يبالغ في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الوجه الصحيح في هذه المحبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الواجب، أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا أكثر من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل أيضا من الأسئلة التي ورد بها: الشرك شرك أكبر وشرك أصغر، ما مثال ذلك مأجورين؟ الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، الرياء اليسير مثل الحلف بغير الله عز وجل، هذا من الشرك الأصغر. نعم. فضيلة الشيخ، الزملاء في الكنترول يرون أن وقت البرنامج سينتهي، ولكن نطرح هذا السؤال، وهو عن جنودنا المرابطون على الحدود والذين يحمون هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، ويقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الله، لعل لكم كلمة لهم توجيهية. مأجورين. الجنود المرابطون على الحدود في وجه العدو لهم أجر عظيم، إذا أخلصوا النية لله عز وجل واحتسبوا الأجر، فإنهم من المرابطين في سبيل الله عز وجل. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وإذا مات المرابط في رباطه
فإنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، هذا من أفضل الأعمال. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي جمعنا بسماحتكم. شكرا لفريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر الزملاء في الكنترول من المصورين والفنيين وباقي الزملاء الذين أخرجوا هذه الحلقة المباركة مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. يتجدد اللقاء إن شاء الله، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.